قطاع الطيران وأيضا قطاع الإنشاءات هنا في بريطانيا، والذي يعتمد على العمالة من الاتحاد الأوروبي 20%، حوالي 200 ألف موظف في قطاع الإنشاءات بالتحديد هم من خارج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. سنقف أكثر على ما هو منتظر خلال المرحلة القادمة. ضيفي هنا الدكتور جهاد الخازن، وهو الصحفي والكاتب في جريدة الحياة اللندنية. مرحبا بك وشكرا لحضورك معنا. الآن قد يكون كلمة السر في المفاوضات القادمة هي المعاهدة التي تريدها بريطانيا، أو ما يسمى بالتريد ديل. هل ستكون بريطانيا قادرة على أن توقع معاهدة تجارة جديدة بالسرعة الكافية لأن تجنبها أي خسارات؟ عندها يعني أمر إيجابي واحد، هناك 3 ملايين أوروبي في بريطانيا، وحتم الاتحاد الأوروبي يريد أن يبقوا وأن يعملوا هنادي. فربما تستطيع الحكومة البريطانية عقد صفقة مقابل بقاء هؤلاء الناس، يعقدون صفقة معها. ولكن الخروج البريطاني أشعر أنه في تعقيد الدخول. ديغول رفض دخول بريطانيا، اعتبر أنه بريطانيا لم تحسن معاملته عندما كان قائد فرنسا الحرة ضد الألمان، ودخلت فقط بعد أن استقال من الحكم وبعد أن توفي. يبدو أن يعني هناك صعوبة أيضا الآن في الخروج. هي قدمت اليوم طلب الخروج على حسب المادة 50، والمادة 50 لاحظت فيها مادتين، تحت تكلم عن مادتين أخرين، واحدة عن طريقة الدخول واحدة عن طريقة الخروج أيضا. بس يحصل الآن مفاوضات ستبدأ رسميا بحزيران يونيو، ويفترض أن تنتهي بنوفمبر تشرين الثاني القادم، ويكون الخروج في مثل هذا الشهر من 2019. هذا إذا صار كل شيء على ما يرام. ولكن لاحظت أمس مثلاً الرئيس هولند انتقد الموقف البريطاني. أعرف أن ألمانيا وغيرها الدول المؤسسة في السوق المشترك القديم، 6 دول مثل إيطاليا، كلهم يعني مثل غضبانين على الموقف البريطاني. بالتأكيد يعني بهذا الخروج هي ضربة للحلم الأوروبي المشترك. ولكن نعم، ما تنسي كمان أنه هي أصلاً تريزا مي كانت مع البقاء، صحيح، والآن تقود حملة الخروج من هذه. رأيتها في الأمم المتحدة سيدة لطيفة تعرف موضوعها يعني جيدا، ولكن أجد أن الطريق صعب، ويجب أن تكون هناك صفقات متبادلة مثل المقيمين الأوروبيين هنا مقابل الصفقة التجارية التي تكلمت عنها. ربما كان هذا ممكنا، ولكن يعني أنت كشخص عشت هنا لفترة طويلة، 51% من الشعب البريطاني صوت للخروج، لابد لهؤلاء من أن كان لديهم بعض الجوانب الإيجابية التي نظروا إليها. هل ترى أي جوانب إيجابية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي؟ يا ستي، بأمريكا صوتوا مع دونالد ترامب، وهو أحمق جاهل، يعني رئيس شركة بس حتما مش رئيس دولة، كل يوم بيعمل غلط، تاني يوم أو بغير الكلام أو بيسحب أو بنتقل لموضوع تاني. يعني كانت كمان 48% مع البقاء، النسبة كانت متقاربة، وأعتقد أن الذين يريدون البقاء لم يذهبوا إلى صناديق الاقتراع، كأنه كانوا ضمنين النتيجة، فكانت النتيجة طلعت ضدهم. ولكن الوضع في بريطانيا الآن صعب، سيكون صعبا. هل تتوقع أنه سياسيا قد يكون هناك ضغط على بريطانيا للقبول بشروط الاتحاد الأوروبي من دون أن يكون لها كلمة عليا فيها؟ سيكون هناك ضغط متبادل، مثل ما تفضلتي، الأوروبيين سيطلبون من بريطانيا أن تقبل بشروطهم، بريطانيا قد تقبل ذلك مقابل شيء لها، قد يعني حماية المقيمين الأوروبيين في بريطانيا 3 ملايين، مش ليس رقما صغيرا. صحيح. وما يهم بريطانيا هو صفقة اقتصادية، صفقة تجارية، تظل الأسواق مفتوحة على بعضها. لا أدري إذا كان الأوروبيين مستعدون لذلك. الآن نسمع أن فرانكفورت أو روم أو زوريخ تريد أن ترث لندن كعاصمة للبنوك. صحيح. سؤال أخير، The Guardian عنونت اليوم خطوة إلى المجهول، هل توافق؟ نعم. The Guardian اليوم عنونت خطوة إلى المجهول، إطلاق عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي. هي خطوة إلى المجهول. The Guardian جريدة معتدلة، مع أنها ليبرالية يعني يسارية، ولكن عادة يعني بتحفظ حدودها، مش مثل الديلي ميل. امبارح بالاتحاد الاوروبي ما تكلمت الا على صيانهم
وقامت لقيها عارف. فالجايزة شهيدة يعني موضوعية أعرفها من أيام بيروت. فهي خطوة للمجهول. وأعتقد أن فعلا هي خطوة في المجهول. لم أنا يعني أقيم في بريطانيا من 40 سنة، لم أتوقع أن يصوتوا على الخروج من الاتحاد الأوروبي. أعتقد أن ديفيد كاميرون لم يتوقع ذلك، كانوا ضمنين حالهم، وكانت النتيجة أن خسر كمان رئاسة الوزارة. أنا أشكر حضورك معنا دكتور زهاد الخازن، شكرا جزيلا لك الصحفي والكاتب في جريدة الحياة اللندنية. إذن على ما يبدو أنه حتى الآن ليلى ما يزال الذهول هو سيد الموقف لدى الكثير من البريطانيين هنا على الأرض لهذه الخطوة التي كانت غير منتظرة، والانتظار الآن الأكبر سوف يكون الاتفاق الجديد مع الاتحاد الأوروبي وكيفية الخروج التي لها إما أن تكون سلبية جدا أو إيجابية لا نعرف. هذه طبعا ما سنراقبه خلال الفترة القادمة وتأثير ذلك بالتأكيد على القطاعات، على الجنيه الاسترليني وعلى المشهد السياسي والاقتصادي في أوروبا بشكل عام. شكرا لك يا لبنى.